انت اني مت بعدك واضل الى ما شئت صدق اعيش انت اني مت بعدك واضل الى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي 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 فختمت من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك وألز من كأس النديم وألز من كأس النديم وقد أبحت الكأس الكأس شهدك كان ضرك لو عدلت أما رأت عينك قدك وجعلت من جفني متكئا وجعلت من جفني متكئا هو من عيني خلقك كان أولى أن يصد غضاضت يا روضه إن أنا أشقني فشممت ملامتني يا قطر إن أنا راقني فأممت
حياتي عينك وهي عندي وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان وحياتي عينك وهي عندي وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان وعندك ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها هي يوم الفراق لتستردك بأشد من خفقان قلبي بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفر كتبتي ايه في كارت الورد المره دي؟ كتبت لي ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا دايما. ومضيتي زي العاده المعجبه المكهوله طبعا. يا حسره علينا، بقالنا كام سنه دلوقتي في الفرقه اللي ما في معجب بعت لنا ورد ولا معجبه حتى. الو، شركة افلام المطرب مدحت، انا سناء سامي من اخبار اليوم. كان المفروض دلوقتي اكون عند الاستاذ عشان الحديث. انا في منتهى الاسف مش لاقي المصور، ممكن الاستاذ يحدد لي ميعاد تاني؟ ايوه يا ريت بكره او بعد بكره ان امكن. الو 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 في اي خدمه يا فندم؟ ممكن اقابل الاستاذ في ميعاد؟ ايوه انا سناء من اخبار اليوم. الاستاذ منتظرك، اتفضلي. متشكره قوي.
مفيش مانع، بس خليها لما ارجع من السفر. طيب احب اطلبك بعد شويه. اهلا وسهلا. اهلا، حضرتك تاخرتي 10 دقايق. انا اسفه، اصلي ما كنتش عاوزه اجي من غير مصور. معلش، اتفضلي. افندم، تحت امرك. مش عارفه ابتدي منين، بس ارجو انها تكون اسئله جديده، مش زي اسئله كل مره، اسم المخرج والبطله واسم فيلمك ايه، دي اسئله تعودنا عليها. امال هسال حضرتك على ايه؟ تحبي اسالك انا؟ يا ريت، مش عارفه الاسئله بتروح مني فين. لا اسمحي لي بقى اقول لك. انت يظهر عليكي جديده في الصحافه. فعلا، لكن قصدي كنت عاوزه اسالك على الورد. الورد؟ ايوه، الورد اللي بيبعته لحضرتك المعجبين والمعجبات. ماله؟ يا ترى بتهتم بيه وبتعرف مين اللي بيبعته لك، ولا السكرتيره؟ لا سكرتيره ولا حاجه، انا بهتم بيهم جدا وحتى برد عليهم بنفسي. الا بقى لو كان المحجب من دول مش كاتب لي عنوان. الو، الانسه سناء سامي يا فندم وصلت من اخبار اليوم. ايه؟ امال اللي عندي دي تبقى مين؟ اهي واقفه قدامي بتقول انها لقت المصور وعايزه تنزل الحديث الجمعه دي ضروري. فهمت فهمت. طيب انا هطلبك بعدين. حاضر يا فندم. بقى حضرتك قلتي لي انك صحفيه من اخبار اليوم. ايوه. انت متاكده؟ طبعا. بس انا عمري ما شفت صحفيه لا جايبه معاها ورق ولا قلم. لا ما يهمكش، اصل انا عندي هنا جهاز تسجيل. يا سلام. قولي لي، انت ما سبقتليش مثلا اثناء شغلك وقعتي في مطب؟ الحمد لله لحد دلوقتي لسه. افتكر ده هيكون اول مطب. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. انتوا طبعا زملاء وتعرفوا بعض. ما تعرفيهاش؟ ما حصليش الشرف. هعرفكم على بعض، حضرتها الانسه سناء سامي من اخبار اليوم. اتفضلي يا حلو. هبتدي انا من هنا. طب يلا، 1 2 3. بصي قدام، بصي قدام، افردي ضهرك اكتر. حسن. ايوه، كلنا ناخد مكاننا دلوقتي مع بعض. 1 2 3 4. انزلي اكتر. انت المعجبه المجهوله. ما عرفش ومش عاوزاه يعرف ومش هبعت له ورد تاني. يا ريتني سمعت كلامك واشتريت بتمن الورد عقد زي ما قلتولي. يا انسات يا انسات، خبر خطير. ايه في يا خبر؟ قول بقى. ايه؟ هنقدم 3 حفلات في لبنان. ايه معقوله؟ ايه معقوله؟ لبنان ايه؟ العاده اتمضى خلاص. الله مش معقوله. بتاعتكم تكون عندي بكره جاهزه. يلا كده. مفيش حاجة اسمها لوكاندا، هتنزلوا معايا عند خالي. انت متأكدة ان عنده مكان لنا؟ طب استني انا هوريكي صور القصر. ايه؟ قصر؟ دلوقتي تشوف. طب وريني.
ايه ده؟ الله الله. اوي بقى معقولة القصر ده بتاع خالد؟ شايفة؟ انت متأكدة ان القصر ده بتاعه؟ اهدى، انت بتقولي ايه؟ انت فاكرة خالي فقير؟ ده خالي مليونير بكل تواضع كده، خالي مليونير. مليونير؟ اه ايوه. اسرحي دينا اسرحي، ما اصلنا داخلين عصافير. اوعي كده. الله الله، باين عليه سمباتيك قوي، متهيألي هحبه. ده خالي عنده مجموعة خيل بتجري في السباق، ده غير اليخت كمان. يخت؟ اه. طب والنبي اتجوزه؟ اتجوزه خالي بقى. اسمعوا، انا عزمكم انتوا الاثنين، هاخدكم لفه باليخت بتاع خالي على مواني البحر الابيض. يا حياتي يا عبيد. يلا بينا يلا. من احلى نوم انا كنت بحلم. الله ينكد عليك. روحت عليك الكابوس وكمان زعلان؟ كابوس، انا كنت بلعب روليت على نمر 28 وجات في المليان. هيدا من شرب العرق. بقول لك كنت بحلم بايام زمان، ايام العز، الشمبانيا والسيجار والروليت. ما بتحلم الا بالقمار اللي خسرت فلوسك وبيعت كل املاكك. كنت عايش لحظه حلوه من لحظات حياتي وكسبان، جيت انت وصحتني وضيعت عليا كل اللي كسبته. بسيطة، رجعنا تاني يوم تنتعوض. الحظ ما يجيش الا مرة واحدة بس. كنت عاوز ايه يا وش النحس؟ اولا العشر ليرات مكسب امبارح. تمانية بس. واربع ليرات حقني انت العرق. فيفتي فيفتي، انت اثنين وانا اثنين، وثمانية صاروا عشرة. وثانيا ثانيا ثانيا ذكرني يا ابولو يا سكرتير الخاص. ايه في لك مكتوب؟ هات. سعادة خليل بيت الرملة، ها مغشوشين فيك بمصر، مفتكرين الزلمة وانت ما بتسوى فرعين. اخرس، هات جاتك البلد. ها تجي نلعب 7 و11؟ غربة. امشي خيي امشي. يا مصيبتك يا خليل. لا، والمصيبة انها جاية مع اتنين من اصحابها، فاكرة انه خالها مليونير. وليش ما قلت لها الحقيقة من الاول انك صفيت على الحديدة؟ مرضيش ان ابوها يشمت فيا، ما كنتش عاوز يعرف اني ضيعت كل فلوسي وفشلت في لبنان. انا فخورة بيك يا خالي، كل جواب من جواباتك بقراه للعيلة والجيران واصحابي علشان يعرفوا قد ايه كافح خالي تاني لحد ما كون نفسه من جديد واصبح مليونير. بنتك عبيد. يا سيدي ما تزعل، انت احسن من 100 مليونير. يلا روق. دبروني اعمل ايه؟ عبير بالنسبه لي ما تقباش بنت اختي دي كانها بنتي. الصدمه هتكون شديده عليها قوي. شو صار يا خليل افندي؟ شو السما طربقت على الارض؟ يا اخي اتركونا نفكر شوي. انا فكرت، انا هختفي، مش هتشوف وشي، واذا سالتكم عني قولوا لنا انتحرت مرت ودفنتوني. هيدا مش حل.
إذا كان عملت هاد حتصفي كل عائلتك هون وصلبوا بالميراث. عندك حق، ده مش حل. فكري معايا وسيبي الأكل ده من إيدك، شغلي مخك معايا. هو أنا لو عندي مخ كنت بشتغل معكم ثلاث رجال ملخومين والحل بسيط. وإيه هو الحل؟ يا سيدي من اليوم ورايح أنت صاحب هالقصر، ولما بتجي بنت أختك بتلاقيك مليونير. أنت بتخرفي، ولما يجي صاحب القصر ويسألنا نقول له إيه؟ يا خليل أفندي، صاحب القصر بيجي على القصر كل سنة مرة، وهالسنة هيدي منه جاية. وأنت شو عرفك؟ حضرتك بتضربي بالنجم؟ أنا قريت بالمجلة إنه هو مسافر على أوروبا، وأنا رح بلحقه لهني لأنه ما بياكل إلا من هالإيدين. مشان هيك دايما مريض. مبسوط؟ هي طبخت لك الموضوع. افهموني، مظاهر المليونير لها متطلبات. اسألوني أنا كمليونير سابق، لازم خدم، لازم حشم. يا سيدي القصر موجود ونحن الخدم والحشم والفلوس. محفظة المليونير لازم تكون محشية فلوس. يا خليل نحن تحت الأمر، رح نعطيك فلوس مشان تعطيهن لبنت أختك، مشان تشتري فيهن هدايا وأغراض. ولو يا خليل أفندي، نحن صرنا عائلة وحدة. إذا كان كده بقى ما تبقوش تزعلوا مني لما تعنطز عليكم شوية. يا سلام، وحشتني العنطزة قوي. ايه عنطز مثل ما بدك. مستني ايه؟ على برا. العمى امشي الصيارة. ليش يا خالو بجاوباتك ان عندك عربية حلوة كده؟ ما في حدا بلبنان عنده سيارة اختي. كلم بعد ما تستأذن يا ولد. حاضر امرك سيدي. بص قدامك. حاضر. المصنع عمل ثلاث عربيات بس من النوع ده، واحدة لأغا خان والتانية لأناسس والتالتة لي انا، بس دي كلها تحسينات. مظبوط. ساكتين ليه يا بنات؟ ما تتكلموا. أصلنا مخضوضين، أول مرة بنقابل مليونير، وأول مرة نركب عربية زي دي، وأول مرة هنقعد في قصر. بص بص. الله. بصوا هنا كمان، بصوا. الله. حاجة عايشة شوف. Thank you.
ايه؟ خشب. مش قلت لكم هتناموا على ريش نعام؟ شيء ظريف جدا ان الواحده يكون لها خال مليونير. انا خلاص مش هعرف انام تاني في بيتنا. طب يا اختي نامي على الارض عشان تتعودي. كانت الكبه في دمك يا سن. سن سن يا اختي، بس اتجوزه اتجوزه والنبي شهر واحد بس. بلاش هبل، يلا بينا. اي 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 لا مؤاخذه يا خالو، اصل احنا فرحانين قوي. خدوا حريتكم. اهلا يا بنتو. الله. اهلا يا خالو. الدواليب دي كلها مليانه هدوم؟ ده غير اللي في المخازن. انا الموضه بتجيلي كل جمعه طازه من لندن. الحقيقه يا عمي انت عايش عيشه ملوك. انا ابتديت من الصفر. القصر يجنن. المناظر هي اللي تجنن، دي كل اوضه بتبص على منظر احلى من التاني. انا اوضتي في حي السبتيه كانت بتطل على دكان في شيخ. ابوكي كان بيقول ان انا مش هنجح. معلش بقى يا خالو، ما انت عارف بابا قلبه طيب، ده حتى بعت لك السلام. الله يسلمه. كان بيقول انه هيحلق شنبه اذا انا فلحت. اديني بقيت مليونير، ابعتيله تلغراف قوليله يحلقه. ما اقدرش يا خالو. ازاي؟ علشان بابا من غير شنب. الله، الصورة حلوة قوي. امال ما بعتليش واحدة منها ليه؟ فوتوجينيك قوي الصورة يا عمي. الصور دي كانوا بيعملوا لها معارض دولية في جميع انحاء العالم. اتجوزوا اتجوزوا يا عالم ولو شهر واحد بس. بقى بلاش نتأدب، يلا. الله بيانو، انت بتعرف تعزف يا عمي؟ زي ما انت شايفه. سيادتك ايه ده؟ قوي مزيكا شويه. هو انت عندك وقت تضرب بيانو يا خالو؟ بالرغم من كوني مليونير فانا احب استعين على اعمالي بالموسيقى. يعني لما تكون عندي صفقه احب قبل ما امضي العقد اريح اعصابي شويه، اضرب بيانو، اعود، كمانجا، ضربوك. يا حي مين دي يا خالو؟ دي تبقى، الله، انا ما قلت لكيش، دي تبقى مرات خالك. الله، هو انت متجوز يا خالو؟ ايه، خايفة حد يزحبك على الميراث ولا ايه؟ لا ابدا، بس انت ما قلتليش عليها في جواباتك. نسي. امال هي فين دلوقتي؟ هي في باريس، راحت باريس عشان تنقي كم فستان على الموضه. لو كنت بدرت شويه كنت رحت معاها. طلع متجوز. ما تزعليش، يخليهم اتنين. يا ترى عملت ايه لما وصلك تلغرافي؟ قطعته. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي انك فرحتي. وكنت مصممه ما استقبلكش في المطار ولا اوريك وشي خالص. وبعدين جيتي واستقبلتيني وضمتيني وبصتيني كمان. جيت اوصلك وارجع. يبقى مفيش داعي، رجعيني المطار تاني. حاضر.
ما تحاولش تفهمني انك جاي عشاني. امال عشان مين؟ ما عارفك كتير، بس اللي بحبهم قليلين. عشان كده بتخصمني شهور وتيجي تصالحني في 5 دقايق. اعذريني يا حياتي، انت ادرى ناس بالمشاغل. ضمني لمشاغلك وفكر فيا شويه. انا هضمك على طول ولمده اسبوع، اول ما نوصل البيت حد الموظفين كلهم اجازه، وحنقفل الابواب والشبابيك، هنعيش لوحدنا، مش عايز حد غيرنا، انا وانت وبس، انا وانت. ايه دول؟ مدحت وصل. مدحت يا سلام على الهدوء اللي هنقعد فيه. ايه ده؟ مش ده خليل؟ اه، ماله عامل في نفسه كده ليه؟ نورت يا استاذ مدحت. يا اهلا. ايه اللي حاصل في بيتي ده يا استاذ؟ انا هفهمك على كل حاجه. ربنا ما وقعك في ورطه زي اللي تورطت فيها، وكمان ورثتني بالحياه بدلي يوم صاني جربتاتي. دي بدله واحده بس، واثنين بعتهم عشان يتوسعوا شويه. الله الله الله، وكمان حضرتك شايل لي صورتي وحطيت صورتك. وست ليلى ادعيت انها مراتي. إيه؟ بتقول ايه؟ دي سلفه بس، اعمل ايه؟ برج التسم لازمني. ليه يا استاذ ما تبعتلناش انك هتشرف؟ كنا ننتظرك على الاقل. انا متاسف، حقك عليا، انا اللي غلطان. انا بنت اختك وكل اللي وغش البلد ده يخرج حالا ولا حندها البوليس. صدقتي ومعزيتي لك تشفعلي عندك، وانا اوعدك من بكره مش هتشوف منهم ولا واحده. ومن الان فصاعد اقدم لكم عبير بنت اختي. اهلا وسهلا. يسهر حضرتك بتحاول تفتكر شفتني فين قبل كده؟ مش فاكر. اخبار اليوم الصحفيه؟ اهلا 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 يا مرات خال. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا روح مرات خال. وحضرتك بقى كنت معاها في باريس؟ لا يا فندم، انا قابلتها صدفه في المطار وعزمتني على هنا. اصل الاستاذ مدحت صديقي حبيبي، اول ما بيجي على لبنان بينزل ضيف عندنا البيت بيته. الحمد لله على السلامه. تعالوا بس معايا، تعالوا. اقدم لكم الهام وفايز. احنا الثلاثه في الفرقه، وبره الفرقه ما بنفرقش بعض ابدا. اهلا وسهلا، تشرفنا. انا عزمتهم معايا هنا عند خاله. عندك حق، ما هو خالك ابو الكرم. متهيألي نسيبهم احنا بقى. نسيبهم ازاي؟ اتفضل حضرتك عشان انت جاي تعبان من السفر، وانا وحشني جوزي. ايه؟ بس
مالنا ساكتين ليه؟ على فكرة يا خليل بيه، تقدر تحكي لنا ازاي كونت ثروتك الطائلة دي؟ والله بصفتي يا عصامي تعبت كتير في تكوين ثروتي، لكن التجارب اثبتت لي ان المليون الاولاني هو اللي صعب، بعد كده الملايين بتيجي كتير. ربنا يوعدنا يا خليل بيه. بسيطة، كل واحد معرض انه يكون مليونير. وحشيني يا زوجتي الحبيبة، انا كنت حجيلك على باريس. انا اللي نفسي اشوف باريس يا خال. والله لو ما كنتوش تعبانين كنت اخدكم في طيارة خاصة نتعشى في اوروبا ونرجع. والله فكرة كويسة، ومتهيألي ما فيش حد عنده مانع ابدا. يا ريت يا خال، يا ريت والنبي. ما هو لا تكون ليلى تعبانة من السفر. لا ابدا، انا مستعد عشان ما احرمش المجموعه من الفسحه اللطيفه. دخلنا برج التيس. بتحب احجزلك طياره خاصه يا بيت؟ اسكتي وما تتكلمش الا باذنك. يلا بره. حاضر. ناس اولاد الادب معروفين. شور بقى طلعت يا نصيب ولا البيلي اجت تاني؟ مين اللي دخله؟ خليل ما بتعرفنا بوزك. شو؟ أقدم لكم صديقي مدير عام البريد. أحسن شيء. يلا. طلعت أهلين 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 أهلين. شطة مهراتية أهلا مهلا هالفوق. ترسلوا. مسكين. ما تعب رجال الأعمال. لعنة الملايين ملحقة. ايه اللي جابك يا مبعوش برج التيس؟ القصة نمت على الحديد رجعت تاني مليونير. امشي دلوقتي، اعطيني العشر ليرات. تمام. مين ده؟ مش خالك قالك انه مدير عام البريد؟ يا بابا امشي يا دي. ابدا العشر ليرات عشرة. حقيقة اللي اختشوا ماتوا. ايه الحكاية يا خليل بيه؟ يظهر في خلاف الحسابات بينك وبين مدير عام البريد. قليل الادب ما يحتشيش. اسمع اسمع بابا، غور من هنا. اسمع، انسان حقير، تصوروا انا بعرض عليه اشتري سحت البرج بثمانية مليون وهو طالب عشرة، طبعا علشان عمولته تزيد. ولا يهمك، انا مستعد اخلص لك العتبه الخضراء دي ستة مليون بس. بتتكلم جد؟ ومش عايز سمسره. يا سلام عليك صديق، يا مراتي بوس الاستاذ، وحياه غلاوه خليل لازم تبوسي. ايه ده انت صبور قوي يا خال. مع الاستاذ بس. ايه رايكم، الست جايه من السفر تعبانه ولازم نسيبها تستريح. وكمان تعبان ولازم استريح. تصبحوا على خير. وانت من ايه؟ تصبح على خير. الله 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 يا خليل بيه، انت زي رايح تنام وسايب الست هنا قاعده لوحدها. الله، ده انا ناسي اني متجوز. انت عارف قطك، وانتوا يا بنات عارفين قوتكم. تصبح على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يلا بينا يا مراتي يا حبيبتي. نستنوا طب. انت هتجننيني اذا كنت بقول لك شفته بعيني رجلها جنب رجله تحت الترابيزه. وحضرتك تقولي ما حصلش؟ ايوه ما حصلش. ايه ده، انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا حبيتك قوي علشان كده عاوز اكتب اسمك تحت البرج كلها. ومش بس تحت البرج، انا هديكي كل ثروتي علشان لحظه فرفشه بعد العشاء. ايه الله الله يا سي خليل. وفرض يا ستي انها حصلت، تبقى صدفه مش مقصوده. تمام، زي ما تقابلوا صدفه في المطار مش كده؟ يلا يا بنتي وهي روحوا اتخمدوا عشان تناموا. يلا. طب اتفضل بقى، مع الف سلامه. اروح على فين؟ على اوضتك، انت عارف مكانها كويس تحت. لا مؤاخذة كنت ناسي. شايف مدامتي، بوسي الاستاذ
وحياة خليل وغلوته تتموت الأستاذ. أصل الكم كاس عرق لعب وفي دماغي شوية. قلنا تفضل بقى ومع السلامة. يا بختك. تضحكي كمان مبسوطة؟ طب وأنا مال؟ يا سلام، يا ما نفسي اتجوز واحد افقه واسع زي خالك العزيز. عبير في ايه؟ تعالي بسرعة، تعالي ماشي. بصي انا وراه فين؟ خالك العزيز. الحقيقة أنا غلطت إني اتسهلت معاها، كان لازم نطردهم فورا. خلاص بقى، اللي يعمل خير ما يندمش عليه. المهم إحنا بقينا لوحدنا. مدحت، أنا سامعة صوت رجلين. فين؟ هقوم أقفل الباب. اتزنت عليا يا خالي. مش خالي. معلش معلش يا عم، والنبي سيبني يا بس. امشي بشويش 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 والنبي عليا. سيبني شوية يا عبير معايا. طب استريح بس يا قوي. صوري يا مرات خالي ولقيته ماشي في الجنينة خافي. مش عارفة انا جنبي ازاي. اتفضلوا انتوا بقى بشويش احسن يصحى. طب لو عايزة اي حاجة اندهين. يلا يا ارحم يلا يا عبير. انت يا سي خليل، يا خليل الزفت، وبعدين في المصيبة دي. طيب سيبه نايم للصبح. يا سلام اسيبه. يلا انت بقى، يلا على اوضتك. لا يا شيخة، وعايزاني اسيبك معاه؟ احمد ربنا انه نايم. طيب وبعدين تحصليني على اوضتي؟ لما اتاكد انهم ناموا حصلك. بس اوعى تتاخري عليا. بسرعة ليه؟ أصل خليل كان مخبي المفتاح ومش عايزني أخرج. إيه؟ يعني هو هنا؟ طبعا هنا. ده
بقى انا قاعد طول الليل ملقح على كرسي مستنيكي، وحضرتك قاعده هنا وقافله على نفسك وياه. راحت عليا نومه. صباحيا مباركه يا ست هانم. تسمحي تقولي لي مخبيه فين من فضلك؟ طلعت في دماغه انه جوزي، اعمل ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ مصمم تعرف؟ ايوه في الفرندا. فرندا؟ يا خليل افندي، يا خليل بيه. تسمحي تيجي تصحيه؟ يا خليل باشا، يا اكس الانس. ايه اللي زعاك ده؟ الله يخرب بيت الروليت واللي عمل الروليت. الروليت انا كنت لعب على نمره 8 وجد؟ اللي لازق فيها انا لسه ببرج التيس. تسمع بقى، تسيب لي الاوضه، عاوز انام، ولا اسيب لك البيت وامشي؟ صف الله، ودي تيجي؟ ايه القرف ده؟ الله. يا اخي خد، اعوذ بالله. اتفضل. الله، ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا خالي؟ اصلي دي هوايتي المفضلة. هوايتك؟ امال الموظفين بيعملوا ايه؟ انا اموت في قلي البيت. ايه اللي صحاكم بدري كده؟ فكرنا نروح نقطف شوية ورد علشان نقدمه للأستاذ. مش لخالك يعني؟ ما حضرتك صاحب البيت، اما هو ده. طبعا الفطار ده علشان طب. يا بخت مرات خالك. اعترف يا خالو، انت بتودى بالفطار ده علشان مرات خالي، مش كده؟ اصل احب ادلعها شوية. انتوا رايحين على فين؟ طالعين نصب عليها. لكن دي لسه نايمة. طب طالعين على اوضنا. يا نهار اسود، رحت في داهيه. اسمع، اعمل روحك بتتخانق معاها وانا بصالحكم. يلا قول اي حاجه اوان. انا هوريكي، انا هفطرك بعلقه. يا ناس كفايه كده عشان خاطري بقى. الحق عليا، ده انا اتجوزت واحده مش في مستوايا. عجبك كده؟ انا هوضبت من الان فصاعد عند ضرب الكرباج. لا بقى، اسمحوا لي، اذا كنتوا هتلبخوا لبعض انا هخرج من البيت ومش هرجع تاني، مش هنزل عندكم تاني ابدا. سلام عليكم. في 60 داهيه. حضرتك بتقول ايه؟ فوت فوت بالكرباك. كرباك؟ والله برافو على خالها، كان شديد عليها. احب زوجي الحمش، هي تستاهل، بتعامله وحش. تعرفي يا فايزه، باين عليه بيحبها قوي. ولو يا حبيبي يا خالي، اتاري ما كانش بيجيب سيرتها في جواباته عشان جوازها ما تشرفش ابدا. يظهر المساله متازمه جدا بين الاثنين. انا قلبي مش مطمن ابدا، خايفه لحسن يتطلقوا النهارده. تبقى فرصة عمري قربت. تصوري هبقى مرات خالي. يا شيخة مش هقعد كده. خليل افندي، احنا رايحين نتغدى بره عشان نديك فرصة توزعهم، إذا رجعت لقيتهم هنا هتعرف شغلك. حاضر. أنا ترجيت يخليهم امبارح، أظن كفاية قوي كده. إن شاء الله لما ترجعوا مش هتلاقوا ولا واحدة منهم. حضرتك هتقول لهم إيه؟ ما يقول لهم اللي يقولوا بقى. أنا هتصرف، هخليهم يروحوا يقعدوا مع بعض في زملاتهم في اللوكاندا أو في أي حتة. أرجوكم البنات واخدين بالهم ما تنزلوش مع بعض. عنده حق. أنت تاخدي عربيتك وأنا آخد عربيتي ونتقابل بره. فين؟ تراس السان جورج. طيب. تسمح يا خليل بيه تسلفني عربيتك؟ يا سلام، العربية وصاحب العربية تحت أمرك، أنت ضيفنا. أنا في عنده.
هو في عربية وهي في عربية. كسومة أقطع دراعي إنهم رسمين يتقابلوا برا. عندك حق. الشخص ما غريب عندي. تركني بديش ايش ليش؟ مش لا احنا عم الحقيق. ما انا عم رد عليه شو اشبه؟ هالشخص ما من ضيعتنا؟ اهلا استاذ مدحتي. اهلا الحمد لله على السلامة. كيف الصحة؟ كيف العافية؟ الله يخليك. اهلا اهلا. يا بنات يا شباب الاستاذ مدحت هون ولا اقطعوا اقطعوا. اهلين استاذ عبد الله على السلامة. الله يخليك الله يحفظك. ولك العمشة ما بتسمع عم قلت استاذ اقطعوا قربوا. اهلين عم اسمع علي عم اسمع علي عم اسمع. صدفة سعيدة. بتعملي ايه؟ ساعات بيهف علي اقعد لوحدي وابعد عن الناس، لكن ما عنديش مانع تعزمني على فنجان قهوة. سافر حبيبي وهجر لك تبع وراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر على المفارق الله يعين اللي مفارق لك تبع على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر برمشي وبدمع العيون نكتب على زي زفور برمشي وبدمع العيون على علمي قلبك حنون
شو خلاه قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر كتب عجنح الطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عجنح الطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي يا يا شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي لكتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر انت شايفه جرالها ايه؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ شوفي يا استاذ العجله نامت يا سيدي والتانيه كمان اتفضل انا بوصلكم معاك عربيه؟ ولو معايا ابولو ابولو ده ايه؟ شلت نزل حاجه ابولو اسرع من الصوت الله ونبي نفسي اركب حمار ما بسمح لك ابدا تقولها حمار بعدين بزعل ابولو الله يخليك بلاش هزار روح اضرب تليفون لخليل في القصر وخليه يبعت عربيه يا استاذ اذا ارتبط ابولو بحياتك ما حترتبش تاني يلا نبي يلا يلا ابشر يا ابولو هيرتبط الحمار أقول بالشرف إنه حملك يا أستاذ متشكر ده من أصلك شو؟ أصل حمار؟ لا العفو أنا مش قصدي كده يا أخي ما تمشي ماله بطيء كده بطيء؟ هيدا مثل بساط الريح بتحب افتح لك السرعة؟ افتح امسيت الدرتسيون ها 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 يا أخي عاوز اعترف لك بحاجه ايه يا ترى؟ احنا
احنا ما تقابلناش عند الكازينو صدفه. انا كنت مستخبيه في العربيه. يا بنت ليه؟ طب وليه؟ دي عربيه خالك وانا ضيفك. اصلي كنت عاوزه اراقبك واشوف واحد مشهور زيك بيعمل ايه وبيروح فين وبيجي منين. طب والرقابه رايح فيها ايه؟ انا اسفه على كل افكار الوحشه عنك. مش اسفه كمان انك فضيتي كاوتش العربيه؟ يا خبر، ممكن تسامحني؟ لما تقولي لي قبله عملت كده ليه؟ بصراحه غير، كل ما بشوف حاجه منفوخه بحب افضيها، كاوتش، بالونه، بني ادم، اه غير. زي ما انت كمان غيتك الرجلين اللي بتيجي جنب بعض تحت السفره. قصدك ايه من فضلك؟ مش عارفه بقى. الراديو يا استاذ؟ هو كمان مركب له راديو؟ طبعا. كنت ازاي هرتب له تلفزيون؟ لا ده انت مدلع في أبولو خالص. الا مدلع أبولو بحب الموسيقى خصوصا اغانيه. طبعا ما هو اصله حمار. بقى حضرتك ركنتني في الاوتيل عشان تتفسح مع الاموره. اكتشافك الالهام اللي هيوحي لك بلحن جديد. يا حبيبتي اعملي معروف، اديني فرصة اشرح لك. كنت قولي بصراحة وانا كنت انسحب من سكات، انا مش بفرض نفسي عليك. ليلى، انت بتظلميني، وحياتي كل اللي حصل ده كان غصب عني. يا حرام، ركبتها الحمر غصب عنك، كانت محذوفة عليك غصب عنك، يا ريتك وقعت انت وهي. الله الله الله. لا لا. يا حرام، اكيد بتحب اختي. تحب مين، الزوج ولا الصديق؟ لو كان في حاجه بينها كان شكلهم على الطلاق مش يصالحهم. ليه؟ فدي بقى انت عبيطه. يا حبيبتي، في رجاله ما تبصش للست الا اذا كانت متجوزه. اه هواي غيه. تمام، زي ما خالك هوايته البيض المقلي. بكره تندموا على الكلام اللي بتقولوه ده كله. ليلى، طب مين هيسمع غنوتي الجديده ومين هيديني رايه فيها؟ مش بتقول كل غنوه لازمها حب جديد؟ اشوف وشك بخير. لا مؤاخذه، البنات كلهم هيمشوا، انا نبهت عليهم، الصعابير كانت خرجت طول النهار، كانت بره. كانت بتتفسح، كانت راكبه ابولو. ربنا يوعدنا. خلينا يا فندم من فضلك سيبنا دقيقتين. امرك خليل افندي. نعم. مفيش داعي البنات تمشي. حاضر خليل افندي. نعم. خلي البنات يمشوا، ليلى هتفضل معانا. حاضر خليل افندي. نعم. انا اللي همشي والبنات هتقعد. خليل افندي. نعم. البنات يمشوا. ازيك دلوقتي؟ انا حاسس اني سخنه قوي. حاسس يا مراتي ايدك حلوه قوي. يا دي فعلا حرارته مرتفعه. لازم نجيب له دكتور. لا لا، ولا دكتور ولا حاجه، ما تخافوش، اصل هو دايما كده حرارته مرتفعه. فاكر يا استاذ مدحت ايام البوكر صلنا؟ احنا بقى نسيبه عشان يعرف يرتاح. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ لا تفضلي قاعده هنا مع جوزك، مين عارف يمكن يحتاج لحاجه كده ولا كده. خليكي هنا. البركه فيك انت بقى يا مرات خاله، خدي بالك منه. والبركه فيك انت بقى تسلي الاستاذ مدحت. ما تخافيش، ده انا مش هسيبه ولا دقيقه واحده. تسمع يا رجلي يا رجلي. ايه اللي بتعمله ده؟ اسمحي لي اني اشكرك لانك ما فضحتنيش عند بنت اختي. ميرسي قوي. انت ملاك. كتر خيرك. اديني شفتيرك ابوسها. ايه ده؟ ابوسها. المصاري، المصاري يا حبيبتي. ما شفتيش عينيها ازاي كانوا مليانين حزن ساعة لما وقع؟
حزن ايه يا عبيطه؟ اذا كان عليها هي عايزه تورث بسرعه، تسمحوا بقى تخرسوا وتروحوا تناموا مش قبل ما نخلص المهمه اللي ورانا. تعالي. مش معقول. احنا شبعيان على الضيف عشان تناموا. مصهرك لحد دلوقتي اصلين عاملين ورديه عشان لو خليل بيتعب ولا حاجه يلاقي حد جنبه. لا اطمنه خالص، هو نام خلاص. روح انت بقى نام. معقوله دي؟ ما انا هفضل هنا. بقول ايه، هو حضرتك مش هتخشي تنامي ولا ايه؟ لا ما اقدرش، لازم افضل صاحيه، يمكن يحتاجني. يعني هتفضلي صاحيه؟ طبعا. ياه مش تقولي كده، اتفضلي اقعدي، ده انا بلعب بصره هايل. فضلت على قلبها لتلاتة الصبح، بصرة وشاي وخمكان، ولما زهقت خالص 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 ولقت ان مفيش فايدة قامت علشان تنام. والله ده احنا ننفع بوليس سري. اتلم كل افكاركم الحقيرة دي ملهاش اي اساس، لسبب بسيط قوي. ايه هو؟ الاستاذ معجب واحدة تانية. مين هي؟ مين؟ ما تقولي. انا. اه لو شفتوه معايا امبارح وهو بيغني كنت حسيت انه بيغني لي انا، ولا رقيته واحنا راكبين ابولو. يا سلام، عمري ما هنسى رحله ابولو. تعالوا تعالوا. ايه دي؟ ايه؟ بصوا بصوا، الاستاذ المعجب طلع برحله تانيه. يا خساره تعبي لتلاته الصبح. بشوي يمينك. الله خليك نادر. ألف مبروك يا عمي. الله ما تنشي على رجليك يا عمي. الله بس يا ولاد تحت لو أخوه أنا أبعدك. أنا بقول لكم عيدوا. الله الله توقفوني. خلاص يا خالي. ليلى هتفرح قوي لما تلاقيني هنا تحت. أنا قلقانة عليها، أصلها اتأخرت قوي. ما هو مدحت معاها. ما هو ده اللي مضايقني. إيه؟ لا أبدا مفيش حاجة. طب يقوم يا قصة. شو حاجة؟ توت. تعرف انك كنت هتيجي المره دي تلاقيني متجوزه بصحيح؟ هو ده معقول؟ وتفتكر لامتى هفضل مستنياه؟ هو عيبك بقى انك بتفكري دايما في الجواز. امال افكر في ايه؟ قال الحكماء الجواز مقبره الحب. حكماء مغفلين. يا ليلى الحب بيموت بعد الجواز وانا عاوزه يفضل كده مشعلل. طب وهنشعلله فين الليلات؟ انت عاوز الناس يشوفوني مع حرم صديقي خليل بيه، ده راجل مستضيفني في بيته، البنات هيقولوا ايه؟ هيتقال على البنات؟ طبعا. عبير زي ما اتفقنا، لموا شنطكم ومن بكره زقوا عجلكم على بيروت. ومستعجلين كده ليه؟ ما هو لسه بدري. امرك، نخليهم. صحيح احنا مضايقينك. بالعكس، مين قال كده؟ خالي، عاوزنا نسيب القصر ونقعد في لوكاندا. بذمتك ده يسحب، الناس هتقول ايه؟ يبقى خالي عنده القصر الحلو ده ونقعد في لوكاندا. فعلا عندك حق. طب والنبي تقول له بقى. طبعا طبعا، انا هقوله. انا اللي هقوله. ايه ده يا جوزي؟ طيب عندك ضيفة اموره كده وتسيبها تمشي. ما هو انا شايف انه من مصلحتها تفضل في بيروت جنب المسرح لان عندها بروفات. طب عن اذنكم بقى. استنى، انت لازم تفضلي جنب جوزك. عجبك قوي الحكايه دي؟ احبسيه في الفرندا. بالك رايق قوي. تصبحي على خير.
عليه بكلمة. أيوة اتفضلي. أنا أسف هسيبك لوحدك في ظروف مرض خالي، كان واجب أفضل جنبي. لا ما تشيليش هم، أنا طوحت خالي ووافقت أنزل بيروت لسبب. سبب إيه؟ أنت برضو مرض خالي وحفتح لك قلبي. افتحي يا حبيبتي افتحي. الأستاذ مدحت. ماله مدحت؟ بيتهيألي كده من تصرفاته معايا إنه مهتم بي. لا يا شيخ، وعرفت إزاي؟ احكيلي احكيلي. بيحاول ينفرد بي. وإيه كمان؟ ولما عينيا بتيجي في عيني بيتلخبط. وإنتي بيحصل لك إيه؟ وأنا كمان بتلخبط. وإيه بقى اللي بيلخبطكوا كده؟ مش عارفة يا مرات خالي. ما بلاش مرات خالي دي، أحسن بحس إني عجزت. قولي لي يا ليلى. حاضر. تفتكري إيه اللي بيلخبطني؟ متهيألي كده والله أعلم، يعني إنك بتحبي. وعلشان كده عاوزة أهرب من هنا، يمكن لما أبعد أنسى. أرجوكي تساعديني. يا ريت أقدر أعمل حاجة. لا تقدري، الأستاذ مدحت مش غريب عنك. وعايزاني أعمل إيه؟ تشجعيني يطلب إيدي ويخطب بسرعة كده. وتفتحي الموضوع مع خالي وتخليه يوافق. بس كده. حاضر. من عينيا. تعرف انه بنت اختك حلوه ومهضومه؟ الحمد لله مرت الازمه وراحت. الام الحفره نقع في نقره. اعوذ بالله، كل يومين بتصير مثل الحصان. يا سيد خليل، بنت اختك مجوزه؟ لا، ليه؟ بدنا نصير عائلة واحدة. الله الله على النسب الخنفشاري، بقى بنت خليل به المليونير تتجوز قرفوع زيك؟ سعلوك؟ اسم الله عليك اسم الله، انت كنت باك بس من زمان، اما هلا مثلنا مثل. اخرس يا سعلوك، يلا شيل ده هو شيل. بقينا لوحدنا؟ هربت مني النغمة. يا سلام، النغمة هربت لما انا اتكلمت. استني علي ارجوك. لا مش هستنى ولا دقيقة. حاملي معروف، سيبيني شوية دلوقتي. مش هسيبك. بعدين انت ساعات تبقي لا تطاقي. وانت ساعتها هتجنني. النغمة هربت وراحت على بيروت. يا ستي ما يبقاش عقلك صغير، اعملي معروف. لا يا شيخ، ده انا فاهمك كويس قوي. انا مش فاضيلي دلوقتي. وانا مش قاعده لك لما تفضلي يا استاذ. الله معك. اهلا وسهلا. هون بيت خليل بيك الرملي. مين؟ خليل بيك الرملي. ما بيهم بات مين؟ شو بتأمر؟ هدول الأغراض يخصوا الآنسة عبير بنت أخته. حطهم هون. روح مع السلامة. شو مع السلامة؟ أنا عايز مصاري. مصاري؟ نعم. هات لشوف الفاتورة لهون. ولو منك عرف إنه هيدي خالة مليونير ولا ما عندك خبر؟ عندي خبر. روح الله معك، نحن هلا بنتصل بالمحل. خاطرك. جي 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 جي. اخترب بيتك يا استاذ مدخل. الو، مين؟ حاضر حاضر، خليك على الخط. استاذ مدحت، في لك مخبرتان على الخط. الآنسة عبير والست ليلى، مع مين بتحب تحكي بالأول؟ طب اديني عبير قبله. حاضر، خليك على الخط. تفضلي. ازيك؟ الحمد لله. وزي خالي؟ كويس. تحب تكلميه؟ لا أنا زعلانة منه. مالكيش حد تزعلي منه. انت ما تتصوريش قد ايه بيحبك.
بيتهيأ لي سبب مرات خالي. ومرات خالك مالها؟ يمكن هي اللي مش عاوزاني. ما افتكرش. قولي لي انت عامله ايه في البروفات؟ يا ريتني ما قلت عندي بروفات. ليه؟ هي اللي اخدتني منك. مني انا؟ قصدي منكم، على فكره كل الفرقه عايزه تشوفك. والاستاذ المدير كلفني اطلب منك تشترك معانا في الحفل. اشكري لي الاستاذ المدير واعتذري لي منه. انا جاي هنا عشان ارتاح وعندي لحن لازم اخلصه. البنات فهموا المدير انك مش هترفض لي طلب. عبير اطلب مني اي حاجه تانية وانا تحت امرك. مش هترفض؟ ابدا. طب عاوزه اجي ازوركم. اتفضل، البيت بيتك وانا ضيفه عندك. طب متشكره. باي باي. اديني ليلى. اهلا ليلى. دايما مشغول. اعمل ايه؟ متاسف. ومع مين الحديث المهم ده؟ مع عبير، بتسال عن خالها وبتسلم عليك. الله يسلمها. وكل ده عبير بتسال عن خالها؟ واخده على خاطرها منه، صعبت عليها. وانا ما صعبتش عليك؟ انت حاجه تانيه يا حياتي. يعني ايه؟ انت حبي. بس لو ما كنتيش عصبيه. عصبيه من افعالك. وانت ما كلمتنيش ليه؟ انا كنت هجيلك بنفسي. وايه اللي منع؟ اسئلتك الكتير. هقولك لما اشوفك. ويه، عندك وقت تشوفني؟ وقتي كله ملكك. يلا تعالي بسرعه. لا مش هاجي بسرعه، هاجي على مهلي. على مهلي قوي. ازيك يا عم شفيق؟ الله يخليك، الحمد لله. الله، امال فين خالي؟ جوا. الله، ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ امال انا جاي من مصر علشان مين؟ مش عشان اقعد مع خالي، ولا يعني عايزني اقعد بعيد عنك وانت عيان؟ وشغلك؟ شغلي يا سيدي السواق يبقى يوديني وقت البروف. احنا مش اتفقنا يا عبير ان الضيوف مش عاوزين ازعاج؟ ما انا مشيت اصحابي. واوعدك اني مش هعمل اي ازعاج للضيف. لكن قولي يا خالي، انت مش في كل جواباتك كنت بتقول دايما اني وحشتك جدا وعاوز تشوفني؟ فعلا انت كنت وحشاني، وعلشان كده عاوزني ابعد عنك. الود ودي ما فوتكيش لحظه. انا ليا من غيرك وغير امك. يا سلام، ما هو باين اهو غصب عني. اسمعي. انا هطلب لك تاكسي تنزلي تقعدي مع زملاتك. يا سلام. صباح الخير يا عبير. صباح الخير يا استاذ. ما تخافش، مش هعمل لك اي ازعاج ومش هتشعر بوجودي خالص. ايه الكلام ده يا عبير؟ ده البيت بيتكم. ده انا بالعكس متهيألي ان انا السبب في ازعاجك. سامع يا خالي او مش متضايق؟ مش سامع حاجه. واسمع انت كلام. يعني حضرتك مصمم تطردني ومش عاوزني؟ يا فرحة بابا لما يعرف انه خالي مش عاوز ينزلني عنده. محدش هيقدر يطردك، لا خالك ولا انا. انت هتستني هنا يا عبير. صحيح، يعني هستنى. ايوه، وانا اللي همشي. ايه الكلام ده استاذ؟ هي اللي لازم تمشي. خالي معاها حق. لا خالك غلطان، انت لازم تفضلي هنا معاه. أنا وجودي في لبنان أصبح ملوش لزوم. أنا هسافر على مصر. لا، هتخليني أحس إن أنا السبب. يعني عايزاني أستنى؟ أيوة. على شرط. أنت كمان تستني معانا. Thank you.
الحقيقة أنا بفكر في واحدة تانية. مين دي؟ الصحفية المزيفة. أما جت حتة مطب. قولي لي، إيه اللي خلاك عملت كده؟ علشان أقابلك وأكلمك. أهو لعب بنات عقلهم فاضي. تعرفي كم مطب دم خفيف؟ طب وليه ما حاولتيش تقابليني تاني؟ كنت هحاول علشان أنتقم منك. يا ساتر، ليه؟ علشان كسفتني. يا ست المسامح كريم. عاوزني اسال عنك؟ دي حاجه تقرريها انت بنفسك. انا قررت خلاص. ويا ترى القرار لصالحي؟ هسال عنك. يبقى خلاص. ممكن اسالك سؤال؟ بصفتك ايه؟ صحفيه؟ يعني. اتفضلي يا ستي. ايه رايك في الحب؟ حاجة جميلة خالص. ده جواب تقليدي. امال عايزاني اقولك ايه؟ لو كنت عارفة ما كنت سألت. انت بقى لازم بتحبي. فعلا. مين يا ترى؟ واحد. ما هو طبعا واحد مش هيكون واحدة. اسمه ايه؟ لا مش هقولك. ده سر. زميلك هنا في الفرقة؟ طيب موجود هنا في لبنان ولا في مصر؟ هو هنا ولا كأنه هنا. أنا أعرفه؟ أفتكر. طيب بيشتغل إيه؟ ما تحاولش. يا خبر، إيه ده؟ كل دي فواتير؟ الله الله الله. شوف يا خالي العريس الحلوة دي ولا دي؟ امسك يا خالي امسك. دي جابلك يخليلي. شوف البرنيتة دي حلوة ولا دي؟ لا انا بحبوش. شوف الجزمة الحلوة دي، تدوبيها طعرة العافية. اوعى تقولي وحش. لا ايه رأيك بقى في الفستان الحلو ده؟ يجنن. بس انت زودتيها حبة. اعمل ايه؟ كل ما ادخل محل في بيروت ويعرفوا ان بنت اخت المليونير خليل بيه يقولوا لي المحل كله بأمرك. طبعا اذا ما كانوش يبيعوا الواحدة زيك خالها مليونير، هما دي يبيعوا لمين؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا خالي. يا عيني، كان نفسي افرج مرات خالي على الفساتين. هوب يا نهار صديق. قولي، هي هتقعد كتير في روما؟ والله بكل اسف ما ظنيش ان شاء الله انها هترجع لهنا الا لما تكونوا كلكم رحتوا لمصر. وبيني وبينك انا عاوز استريح شويه من واجباتي الزوجيه. بقى تسيبها لوحدها في روما؟ لا اسمح لي يا خالي، انت بقت اخلاقك مش شرقيه ابدا. مسايره التطور الحضاره. التطور الحضاره. كع يا سمتحت كع. Thank you.
أنا عايز أنصحك نصيحة يا عبير. إذا كان بتحبيه ده فنان ابعدي عنه. ليه؟ علشان أغلب الفنانين ما لهمش أمل، عينيهم زيغة. ده لو كان فنان، وكمان الفنان مش دايما زي ما أنت وصفته، ساعات بيبقى متهم وهو بريء. ما أشكرك. إلهام وفايزة مثلا اتهموك إنك إني إيه؟ إنك على علاقة بمرات خالي. أعوذ بالله. تصور لولا إني لمست براءتك بإيدي كنت صدقت. الحمد لله. الو 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 الماضي الحنون والاحباب اللي نسونا
روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا إيه يلومونا الليل علالي لمونة يا حلالي ودي غصنك الليل علالي في الأماسي والليالي لأسهر وغني الليالي في الأماسي والليالي لأسهر وغني الليالي ليلي 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 بعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا راحوا لبعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا إيه يلومونا تبدي دمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه اللي تلومونا تعالي هنا انا عاوز ايه اللي موقفك هنا يا عبير؟ هي مرات خالي وصلت بالسلامة؟ ايوه علشان كده الاستاذ مش هنا انا هبتدي ازعل منك ده مش شغلي يلا على اوضتك مش شغلي ازاي؟ دي مرات خالي برضو مش شغلي يلا على اوضتك على رأي المثل واحد شايل دقنه والتاني تعبان ليه؟
حمد لله على سلامة. حمد لله على سلامتك انت. انت جيتي تاني؟ ما كانش لازم اجي. لا العب، حد يقدر يمنعك عن بيت خالك؟ بس يعني انا عايزه افهم ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي. علشان لما تيجي مرات خالي من السفر اقول لها حمد لله على السلامه. الله يسلمك، مش واجب بقى تروحي تنامي في اوضتك؟ ومرات خالي ناويه تنام فين بقى؟ ايه ده، قصدك ايه؟ قصدي تحترمي جوزك وانت وياه في بيت واحد. امال كان بيحصل ايه وانت لوحدك في باريس؟ ها؟ لا ده انت زودتيها قوي. انا اللي زودتها ولا انت اللي زودتيها؟ شوفي بقى، قبل ما تقلي ادبك اكتر من كده انا هقولك الحقيقه واللي يحصل. انا مش مرات خالي وعمري ما هكون مرات خالي، لسبب بسيط، انه موظف صغير في البيت ده، بيت مدحت، انت فاهمه؟ اضطرينا نمثل عليكي ونفهمك انه مليونير عشان خايفين عليكي من الصدمه، لكن مش على حساب اعصابي. انا استحملتك طول المده اللي فاتت ومش هقدر استحمل طولة لسانك اكتر من كده. لازم تفهمي ان مكانك مش هنا، مكانك في الاوضه اللي تحت مع خالي، فهمتي؟ ما هو كان لازم نقول لها الحقيقه. انا خلاص تعبت، دي فاكراني مرات خالها وبخونه. حرام عليك تعذبيها بالشكل ده، انت هديتي كل اللي عملناه. لو كنت مكاني كنت عملت اكتر من كده. هنفضل نمثل لحد امتى؟ ما كفايه بقى. سامحيني يا بنتي، في جواباتي ليكي انا ما كنتش بخدعك، سامحيني. ما حصلش حاجه، انت عندي اغلى من الاول يا خالي. يعني مش زعلانه مني؟ زعلانه لا، لكن يمكن خجلانه من الاستاذ مدحت، شطح بيا الخيال وافتكرتني ومستواه وحلمت انه معجب بيا وانه حيرغب بنت اخت خليش بين مليونير. انا جنيت عليك جنايه ربنا مش هيغفرها لي ابدا، خليتك تعيشي ايام كلها اوهام. الوهم اللي انا عشت فيه كان وهم جميل، واهم ما فيه ان وصلني لاروع حاجه في الدنيا، الحب. فوق نفسك يا بنتي. انا حبيت مدحت يا خالي. مدحت فنان، عواطفه الحقيقية مش ليكي، لفنه وألحانه. أنت مجرد لحن صغير في عمره. مدحت كانت عواطفه صادقة من ناحيتي، أنا حاسة إني أصبحت كل حاجة في حياته، اللحن اللي بيدور عليه طول عمره. ما كانش ده الحب، امال يبقى الحب ايه؟ لا مش حب، دي انانيه منه. اذا كان بيحبك زي ما بتحبيه كان لازم يتنبه من اول لحظه لفارق السن بينك وبينه، وما يحاولش ياخد من الدنيا اكتر من حقه. أنا كنت عاوز أخلصك من وهم، لقيتك واقعة في وهم أكبر. الحياة نفسها وهم. كفاية فلسفة وفوق نفسك قبل ما تندمي. إذا كنت تحبي خالك صحيح اسمع الكلام وارجع لنفسك ومستقبلك. ما
انا اسف على اللي حصل. ليلى ما قدرتش تمسك اعصابها. معذوره، اهانه عبير لها كانت شديده عليها. وهي فين؟ انا عايز اشوفها. مشيت. مشيت؟ مشيت ازاي؟ وليه خليتها تمشي؟ صممت، قالت لي لما يكون البيت بيتك يا خالي ابقى اجي اقعد معاك. ما هو البيت بيتك، هو في فرق بيننا؟ طبعا فرق كبير، انا موظف صغير عندك. مفيش داعي للكلام ده يا خليل، انت عارف اني بعاملك كصديق، ودي 10 سنين. لو كنت رعيت العشرة ما كنتش خدعت بنت بريئة زي عبير وفهمتها انك بتحبها. انا فعلا بحبها. والنتيجة؟ انا مستعد اعمل اي حاجة تساعدها. حتى اذا كانت غلط؟ قصدك ايه؟ تفكيرك في الزواج من عبير غلط. اولا انا اعرفك اكتر من غيري، طول عمرك بتنادي بانه الزواج مقبرة الحب. وثانيا؟ ثانيا فارق السن، فوق لنفسك. عبير قد بنتك، لو كنت اتجوزت من زمان كان يبقى عندك قدها. طب ارجوك تسكت، انا كنت فاكر اني غالي عندك. ما عدشش لك، ما تقلش عن حب العبير. انا بعتقد ان رغبتك في الزواج من العبير نتيجة اشفاقك عليها من الصدمة اللي حصلت لها. المهم انا اشكرك انك نبهتني لغلطة كبيرة كنت حقع فيها. انا فعلا اصبحت منفعش لعبير، لا سني ناسبها ولا مرضي كمان. Thank you.
زمان يا حب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما غلبت فيا غلبت كتير ولا قدرتش عليا وعشت العمر ويا الناس وقلبي مالوش مكان مالوش مكان مالوش مكان مالوش مكان في كل صحبة وأهلي وبيت وياك يا حبيبي لقيت أمان وصحبة وأهلي وبيت حبيت 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 أنا 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 حبيت وإذا خبيت روح
حتى عنك يا حبيبي دريت، إذا حبيت وإذا خبيت، وحتى عنك يا حبيبي دريت، حبيت 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 أنا 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 أنا.